هنا سي بوغيغا. السلام عليكم أيها الشعب المسعود المهزوم الحزين في مهلكة سلمانكو. 5-0. عيدكم مبارك. وبمناسبة عيد مبارك، في واحد من أقاربي اسمه عيد بن مبارك الدوسري، كان مرافق مع عمه في مستشفى، فكانوا الموظفين في المستشفى كل شوي يقولوا لبعض عيد مبارك عيد مبارك. في كل ما سمع هذا نقز من الغرفة راح يركض لهم يحسبهم يقولون ينادون على اسمه. الله لا يوريكم مكروه، وعيد علينا وعليكم، وانتم إن شاء الله ما دخلتوا مستشفيات إن شاء الله. أما بالنسبة للعالم الآن مشغولين في الكورة، ف المنتخب السعودي أكل 5-0 أمس ويستاهل، لأن هذا فريق يعني ما توديه يرعى غنم. وبالتوفيق للمنتخب المغربي، لأن هذه المنتخبات إن شاء الله بترفع رؤوس العرب. أما المنتخب السعودي ما أدري أصلا وشلون راح هناك، فضيحة والله والله فضيحة. 5-0 يقولون طارت 5 تدوب الداشر البارح. الله يسعدكم ولا يريكم مكروه، ونراكم إن شاء الله قريبا، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. يا الدوسري يا زبني يا مثل جلجش، شليت برجها وعودت بطرش، قال الوغد يوم ارسل الفجر مطرش، سبيت لك روح الطرش والهرش. من هيبتك يا الدوسري صابها اخرش، ما كنا هل اللي شرب طاسها الخرش، قولوا